بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أحبائي ومتابعين الأفاضل هنشوف مع بعض تأثير المية على الأشجار والنباتات. زي ما حضراتكم شايفين أدي في شجرة عند هي دبلانة خالص أهي، هي شجرة حرنكش اللي هي الثمر بتاعتها برتقالية، طالعة رباني كده تحت شجرة مشمش أنا كنت زارعها. زي ما حضراتكم شايفين أهي دبلانة خالص، وادي شجرة كوكتيل اهي، هنسمي الله ونسقيها بالمية وننتظر 5 دقايق وان شاء الله هنشوف الفرق. وبرضه هنسقي شجرة الكوكتيل دي بعد 5 دقايق هنشوف الفرق ان شاء الله ونتابع مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بعد 5 دقايق زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الشجرة بدأت تشد حيلها والورق يفوق اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم، بسم الله ما شاء الله. وده هي شجرة الكوكتيل ما شاء الله بدأت تنعنع اهي وتفوق، بسم الله ما شاء الله. ادي الفرق بين الشجرة اما تكون عطشانة واما تكون شربانة مية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.